بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الصف الثالث المتوسط، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ودرس جديد من دروس اللغة الإنجليزية للصف الثالث المتوسط. اليوم راح أشرح لكم طريقة الإجابة على القطعة الخارجية، إعادة لهذه الطريقة وبشكل مختصر. أغلب الطلاب يجد صعوبة في الإجابة عن القطعة الخارجية، والحقيقة أنه من أسهل المواضيع هي القطعة الخارجية، باعتبار الأسئلة أجوبتها موجودة أمامك في القطعة، يعني ما راح تستحضرها من ذهنك، أو أنت المفروض تكون حافظها مثل ما يقولون على قلبك، لا، وإنما موجودة أمامك في القطعة. اللي أريده من عندك عزيزي الطالب، أولا تقرأ القطعة القراءة الأولى بتأني، وتحاول تفهم بعض الكلمات من عندها، يعني مو تقرأها قراءة سطحية وأنت تحكم على نفسك من البداية أنه أنت ما فاهم شيء من القطعة. لا، خطأ. يعني ما راح أقول لك ترجمها حرفيا، لا، بل افهم المجمل العام، أنه تتحدث عن سيارة، تتحدث عن مطعم، تتحدث عن رحلة، ألقط بعض الكلمات، أكتشف معانيها حتى وإن كانت الكلمات سهلة وبسيطة. هسه هاي القطعة اللي موجودة سنة 2022 العام الماضي، طبعا الدور الأول. لو نجي للقطعة، القراءة الأولى مالتك راح تكون قراءة مثل ما قلنا سريعة، تحاول يعني تكتشف بعض الكلمات. بعد ذلك القراءة الثانية راح تكون شوية أعمق، القراءة الثالثة راح تكون بتأني، بعد ذلك راح ننتقل إلى الأسئلة. طريقة الإجابة عن أسئلة القطعة هي كالتالي. أعزائي، إحنا عندنا أدوات الاستفهام اللي يعني كل الطلاب تعرفها، أدوات الاستفهام اللي هي الوات، الوير، وين، هاو، هاو اولد، هاو ماتش، يرمزوا لها دائما بال W H questions، يصيحون W H questions، باعتبار أكو أدوات تبدأ بال W وأكو بعض الأدوات تبدأ بحرف ال H. هاي الأدوات عند الإجابة تحذف تماما، أدوات الاستفهام عند الإجابة تحذف، هاي خلصنا من عندها. النقطة الثانية اللي تحذف من الجواب، إذا كان عندنا الأفعال do does well did، أيضا هذه تحذف من الجواب، ولكن مع تغيير بسيط يطرأ على الفعل الرئيسي. يعني شنو؟ يعني مثلا إذا حذفنا الداز، لازم الفعل الرئيسي حسب الفاعل راح يأخذ الاس أو الاي اس، وإذا حذفنا الديد، الفعل الرئيسي اللي منطينياه بالجملة راح يتأثر بهذا الفعل الماضي، راح يصير هو بزمن الماضي. وهسه طبعا بالأمثلة راح تكون أوضح، تابعوا وياي. هسه هذه القطعة، قطعة سنة 2022، كاتب بها when Tom was 14 years old he wanted to be a fireman he likes the brave firemen very much Tom saw them when the next house was in fire إلى آخره. تكملة القطعة أنت راح تقرأها مثل ما اتفقنا بتأني وبشجاعة، أقصد بشجاعة يعني ما أريد يتملكك الخوف أنه هاي أسطر بالإنجليزي وأنا شو راح أجد من عندها جواب يلائم الأسئلة الموجودة. قرأت القطعة الحمد لله والشكر، بلشت بالأسئلة. نيجي للسؤال الأول، الفرع سؤال أول فرع أي، النقطة الأولى كاتب لك What did Tom want to be؟ أنا شنو قلت؟ قلت أدوات الاستفهام تحذف، هاي سهلة، هذه أداة الاستفهام حذفناها.
منطيني ديد. حسب الاتفاق ديد إذا حذفناه راح يحول الفعل الرئيسي إلى الماضي. هسه الماضي مر بإضافة إيدي إلى الفعل، ومرة لا فعل غير قياسي شاذ يتحول إلى فعل آخر برسم آخر. When did Tom want to be؟ حذفنا أداة السؤال. عافية، نحذف الديد. جيد، حذفنا الديد، شنو راح نسوي؟ صارت عندنا الجملة Tom want to be. بما أنه الفعل ديد حذفنا راح يصير Tom wanted to be. أجي أنا إلى الدفتر الامتحاني مالتي، هذا الدفتر الامتحاني مالتي، باعتبار أنه دفترك مكتوب عندك جواب السؤال الأول، والصفحة المقابلها أيضا مكتوب جواب السؤال الأول. أو حسب تبليغ مدير القاعة، شوف مدير القاعة شنو يبلغك. على العموم هسه إحنا جواب السؤال الأول راح نكتب question one. يا فرع، الفرع A. يا نقطة، النقطة number one، هاي النقطة واحد. أنا كتبت بالرصاص على اعتبار أنه أنت حتى يكون قريب من عندك الشرح وواضح، باعتبار أنه أنت ما ممكن أن تستخدم قلم الجاف داخل الدفتر. قلنا الجملة مالتنا الجديدة اللي طلعت واللي إحنا اشتقيناها من جملة السؤال، حذفنا أداة السؤال، حذفنا did، صارت عندي Tom wanted to be. راح أكتب بالدفتر Tom wanted to be. هاي الجملة اللي طلعت عندي شباب لابد أنه أكو إلها آثار في القطعة. أجيب شنو عندي نقص أكمل إلى النقطة، أروح أبحث عن هذه الجملة، هذه الجملة أروح أبحث عنها وين بالقطعة مالتي. أستاذ دورت ما لقيتها. نعم، احتمال توم مبدله بضمير هي، مو شرط راح تلقى توم، راح تلقاه هي، أو بالعكس مرات بالسؤال يقول لك هي، بالجملة تلقى اسم شخص. هسه احنا نروح نبحث توم wanted to be أو he wanted to be. أروح أرجع إلى القطعة مالتي. توم wanted to be، توم هذا توم was 14، لا مو هذا، he wanted to be، he wanted to be. إذن هذا جواب النقطة الأولى أو السؤال الأول، جواب النقطة الأولى he wanted to be a fireman. إذن هاي الكلمة المفقودة عندي راح أجيبها أضعها في جواب النقطة الأولى he wanted to be a fireman. بعض الطلاب يقول يصير أكتب فقط الجواب fireman، يصير أكتب فقط الجواب؟ نعم يصير، أو يعني كنصيحة من عندي اكتب الجملة كاملة Tom wanted to be a fireman، باعتبار أنه أنت حتى إذا ما وجدت الجواب نصا فهو ما راح يترك هذا الشغل اللي أنت اشتغلته شغل قواعدي صحيح بدون درجة. يعني إذا كان عليها 2 راح ينطيك عليها أقل شيء درجة واحدة. النقطة الثانية نروح على السؤال What are the firemen also called؟ شو نسوي شباب؟ نعم نحذف أداة السؤال، حذفناها الآر نحذفها؟ لا، احنا اتفقنا قلنا فقط الدو داز والديد تحذف، فقط دو داز ديد تحذف مع تغييرات تطرأ على الفعل. راح يصير الجملة مالتي الجديدة راح أكتبها وين؟ في الدفتر الامتحاني. النقطة الثانية راح تصير the firemen also called. هاي الجملة اللي أنا اشتقيتها أروح أبحث عنها وين في القطعة. the firemen also called
أظل أبحث the fireman who are also called. لاحظ لقيت لابد أنه أكو آثار للجملة اللي اشتغلتها أني من خلال المفردات، من خلال سياق الجملة. also called firefighters. أجيب هاي العبارة أكملها وين؟ في الدفتر الامتحاني. called firefighters. من هنا جبت الجواب من القطعة. also called firefighters. خلصت عندي النقطة الثانية. النقطة الثالثة أو السؤال الثالث اللي منطيني اياه بالفرع A، Where do the firemen work؟ هاي الجملة يلا اشتغلوها وياي. شو نسوي؟ نحذف أداة السؤال. جيد. Do نحذفها. صارت الجملة الجديدة مالتي. The firemen work. أروح أكتبها وين؟ بالدفتر الامتحاني. النقطة الثالثة. The firemen work. واروح ابحث عن هذا الاشتقاق الجديد او هاي الجمله الجديده وين بالاسئله. اروح ادور the firemen work. the firemen work. اظل ابحث على كيفي، ما مستعجل، 3 ساعات عندك وقت، انت حر بهذا الوقت. the firemen work. the firemen work. the firemen work. The fireman called. The fireman called. هذه which is called. which is called. يعني لقيت فد اشتقاق قريب من الجملة اللي انطاني اياها في السؤال. The fireman work. The fireman work. لقيناها. The firefighters بدلها. يقدر يقول they work. they work. يقدر يقول the firemen work. يقدر يقول the firefighters work in a building which is called a fire station. إذا أنا هاي العبارة اللي عندي نقص راح أجيبها أكتبها. work in a fire station. خلصت النقطة. أروح على النقطة رقم 4. Where was a school trip to؟ حذفنا الأداة، أداة استفهام صارت عندي. A school trip was to. أروح أبحث وين بالأسئلة. A school trip. A school trip. A school trip. وين مرت علي كلمة school، كلمة trip؟ راح تكون قريبة من جوابي. Tom was in a school trip. school trip to the fire station. هذا الجواب. fire station. اذا انا راح اكتب بالنقطة مالتي جواب مالتي. النقطة الرابعة راح تصير a school trip was to. واروح ابحث مثل ما قلنا school trip to the fire station. هاي fire station اجيبها اكتبها to the fire station. اضع نقطة. اروح على النقطة الخامسة. why do the firemen have to wear heavy clothes؟ أداة الاستفهام why حذفناها، حذفنا الدو، صارت عندي الجملة the firemen have to wear heavy clothes. هاي الكلمات اللي أمامي المفردات لازم أكو إلها مشابه أو مقارب إلها فوق بالقطعة. أروح أبحث عنها. أبحث عنها. the firemen have to wear heavy clothes.
لازم أجد بعض المفردات قريبة. to wear heavy clothes، لازم بها يلبسون ملابس سميكة. to know that firemen have to wear، لاحظ مثل ما موجود عندي هنا أنا. have to wear، have to wear heavy clothes، ملابس سميكة. to protect their bodies from fire and heat. هذه أكملها إلى النقطة، راح أنقلها أني وين بالجواب النقطة الخامسة، راح أكملها حسب ما موجود عندك في الجواب. طبعا اختصارا للوقت ما راح أقدر يعني أحل كل النقاط. النقطة السادسة هسه هذه، the firemen have to heat have to wear sorry the fire men have to wear heavy clothes to protect them، مثل ما اتفقنا بالقطعة موجودة to protect their bodies from heat and fire. النقطة السادسة، what does Tom become؟ هذه أنا ما راح أحلها، أنتوا حلوها يلا وياي. شو نسوي الأداة؟ حذف، نعم حذفناها. هذه عندنا does، شو نسوي لها؟ عافية، أيضا حذف، حذفناها. من حذفناها ايش راح يصير بالفعل الرئيسي؟ يتحول للاس، راح يصير عندي الجملة توم becomes. توم becomes النقطة السادسة، راح يصير توم becomes، واروح ابحث عن هاي العبارة وين بالقطعة. احتمال ما راح القى توم، يجوز القاه بالقطعة معوضة ب he becomes احتمال، او تلقاه بالاسم الصريح مثل ما هو منطقي، ماكو مشكلة. راح اروح ابحث توم becomes، ابحث after a few years، لا انا اريد توم becomes. توم، هذه توم becomes مثل ما موجود عندي طلبة بالسؤال. توم becomes one of the brave firefighters and work، اكملها الى نهاية السطر. توم becomes one of the brave firefighters، one of the brave firefighters، ونكمل الى نهايتها ونضع النقطة. يعني باختصار شباب، اسئلة القطعة الخارجية تكون موجودة في القطعة، كل ما هنالك حضرتك انت راح تحذف ادوات الاستفهام، راح تحذف الدو داز والديد، تحاول تقدم الفاعل على الفعل، وتبحث عن الجملة الجديدة اللي انت اشتقيتها، لابد انه تجد لها اثار في القطعة. نجيب هذا التكملة وانا كتبه في الجواب لكل نقطة. نجي هسه الى الترو فولس، الصح والخطأ، ايضا تابعة لنفس القطعة. يعني مثلا Tom was 15 years old، اروح ابحث اكو هيك عبارة عندنا Tom was 15 years old، او يجوز القاها he was، مو شرط الا Tom، يجوز نبدل Tom بضمير he. اروح ابحث Tom was، هنا مكتوب 14 وهنا كاتب لي 15، اذا هذه f f. اذا انا هذا السؤال من راح اجاوب عليه راح اكتب رقم السؤال والفرع ورقم النقطة، والاجابة راح تكون بحرف واضح، اما تي كابيتال صح يعني، او اف يعني خطأ. النقطة الثانية، توم doesn't like doesn't like the fireman، لا يحب ال fireman. طبعا الجواب اف، هو كان مولع بهذه المهنة، وإلى آخره. إن شاء الله راح أنزل لكم الحلول كاملة لهذه الأسئلة على القناة. تقبل تقديري لكم، في أمان الله وحفظه، واعذرونا عن التقصير.